يعتبر الخوف من العوامل شديدة التأثير وخاصة عند الأطفال، وهو من أهم الأسباب يلي بيدفع الأطفال للقيام بسلوك معين كرد فعل للوصول إلى مرحلة الاستقرار. رح نحكي عن أسباب الخوف ونحكي عن تفاصيل لعدم الوصول إلى مرحلة الخوف عند الأطفال مع نغم تربي، أخصائية رياض أطفال. أهلا وسهلا فيكي، اهلا سعد وسهلا، صباحك يسعد نغم. صباحك ويسعد صباح يسعد صباحك. المشاهدين. بالبدايه خلينا نحكي عن مفهوم الخوف. كلياتنا بنعرف انه الخوف هو مكتسب، فالطفل بيجي على الحياه اساسا ما بيعرف شو هو الخوف. خلينا نعرف نوعا ما مفهوم الخوف عند الاطفال وكيف ببلش يكتسبه الطفل. هلق الخوف هو موجود بالطبيعة البشرية، موجود عند الكبار والصغار، لكن وجوده عند الصغار لازم نتعامل معه بطريقة ذكية لحتى ما يكبر مع الطفل ويسبب له حالة نفسية أو نوع من ضعف الشخصية. هو بالنهاية مؤثر خارجي بيصير للشخص، بيصير بخليه بموقف غير سار، وبيظهر عليه علامات مثل علامات الخوف مثل التعرق، زيادة بدقات القلب، ممكن للبكاء أو الصراخ، هي كلها من علامات الخوف. لكن الخوف شيء كتير ضروري بحياتنا، هذا الموضوع اللي لازم نعرفه، لكن لما يكون طبيعي ما يزيد عن الحد طبعا. الطبيعي. كتير بأحيان الخوف هو وقاية لكتير من الأخطار ممكن تصيبنا لإلنا، فلهذا السبب نحن منقول عنه طبيعي. يعني أي خوف بيصيبنا بيروح مع التجربة الأولى، بمعنى أنه أنا لما بدخل لمكان، لما بدخل للمدرسة لأول مرة رح يصيبني خوف، هذا شيء طبيعي. أو إذا بدي أطلع أظهر على مسرح كمان رح يصيبني خوف لأول مرة لأكسر حاجز الخوف، هي كلها أمور طبيعية. في خوفين بيخلقوا معنا، هو الخوف من الصوت العالي والخوف من السقوط أو عدم الاتزان. بنلاحظ الطفل بعمر 6 شهور هو ببلش يدرك إذا نحن بدنا نهزل السرير بطريقة ما فهو بينقذ، علما أنه هو طفل صغير، لكن الخوف هو إجا معه بدرجات شيء غريب، لهيك بيكون عنده تماما ردة فعل. تماما. وفي مخاوف مكتسبه من البيئه المحيطه مثل الخوف من المرتفعات، الخوف من العتمه، ممكن الخوف، في كثير مخاوف بنتعرض لها هي بنكتسبها من البيئه المحيطه. تمام نغم، خلينا نحكي كيف الطفل بيستمد الخوف من امه. يعني بتلاقي الام بتخاف من العتم او بتخاف على طفله من العتم، فالطفل خلاص بصير عنده نقطه الخوف تبعه هي تماماً. العتم، بيخاف من انه يتشردق باللقمة، بصير ما بياكل غير بالخلاط. فكتير في قصص الام يمكن هي اللي بتعطيها عجاز للطفل بدون ما تنتبه. تمام، 80% من المخاوف عند الطفل بيكتسبها من الام. الام دائما بتكون انفعالاتها كتير واضحة. يعني انا لما بدي ابني يبلش يمشي اول مشيو، اذا بيقع شوي فورا بتنفعل هي، بتخوف الطفل. هذا الموضوع بخليه انه هو ما يرجع يقوم مرة ثانية ويكمل مشي. كمان هذا الاهتمام الزايد له عم بيسبب له مخاوف. كثير من الامهات بتخاف من المرتفعات، مثلا بيكونوا برحله طالعين على مرتفع عالي، لما بتوصل على القمه بتبلش لا بدي انزل، انه بتظهر هذا الخوف عندها، فهون الطفل اوريدي بده يخاف لانه الام اظهرت هذا الانفعال. لحتى نحن نحافظ او نقيد الطفل بمخاوفه او نحصره باطار، لازم الام تكون متزنه بانفعالاتها، يعني تعطي كل موقف حقه. نحن ما عم نحكي الانسان ما يخاف، لا ضروري، لكن بنسب معينه، ما بالغ. إيه ما يعني بالغ كيف نخلي بخوفي. فعلا تكون ردات فعلا مدروسه او محسوبه، لانه احيانا مع الطفل الاول هي عم تتعرف كمان على كثير من التفاصيل مع طفله من خلال تربيه الطفل الاول. كيف فينا نكون نعطيها بعض الخطوات او بعض النصائح كيف فيها تكون فعلا ردت فعل انه هيدا الولد لا بده يوقع بس بده يرجع يوقف؟ تماما، يمشي. هذا وعي الاهل هون. هذا الشيء بيتعلق بوعي الاهل. انا كثير حلو اهتم بطفلي، لكن كمان بدي اهتم فيه بحدود. انا لما عم كون حريصه زياده على الطفل عم بمنع يقوم بتجارب، وبالتالي الطفل اذا ما قام بتجارب ما اكتشف الشيء اللي حوله، هذا الشيء رح يسبب له خوف. هذا الخوف ده ينتقل معه لبعدين ويخليه منحصر بالبيئه بس المحيطه فيه، بيئه الاسره. هذا الشيء رح يمنعه الخروج للعالم الخارجي والتواصل مع الاخرين، وحتى يضعف له شخصيته. فنحن دائما بنركز الاعتدال باي شيء بنقدمه. الاهتمام اوكي نهتم بالطفل، لكن لحد معين. الاهتمام مثل القسوه، يعني حتى القسوه الزائده على الاطفال كثير بتضر الطفل، وضروري نحن نكون متزنين
متوازنين بتعاملنا معهم. يعني حكينا نقطة كتير مهمة انه الام كيف هي تعمل كنترول على ردة فعلها، يعني اي انسان طبيعي هي كثير شغله صعبه تماما. يعني اذا ضبط المشاعر اي ضبط يعني كمان انه اذا انا اذا حدا ولد صغير قرب من البلكون مثلا بصرخ بلا ما انتبه مثلا انا كيف فيني نحن بدنا نبلش من حالنا. يعني الطفل دائما بدنا نحط ببالنا انه الطفل بده يتعرض كيف يتعرض به تماما. هلا كثير بيتعرض لهي الامور، مثلا انا بدي اكون رايقه لانه كثير احيان رده الفعل العنيفه عم تاذي الطفل. يعني اذا مثل ما عم تحكي حضرتك انه الطفل على البلكون انا بدي اجي على مهلي، يعني الشغله بتصير لا اراديه. يعني نحن لازم نضبط انفعالاتنا كرمال منظر الطفل، يعني دائما نشغل العقل لحتى نحن نوصل للطفل وما يسبب له اي خطر له. لهذا السبب بنقول في الخوف بيكون ضروري ببعض الاحيان لحتى ما يسبب لنا مخاطر، لانه هو بالنهايه عم بينبه لخطر ممكن يصيبنا لنا. وهي يمكن كيفيه ضبط المشاعر، يعني مثل ما قلت ممكن شغل العقل هو قلبك اللي بيشتغل، مشاعرك اللي بتشتغل قبل تماماً. فهي كمان عملية ضبط المشاعر عند الأم بين العقل والعاطفة تماما صعبة شوي. خلينا نحكي عن بعض الخطوات اللي فيها هي تتخذها بالبيت لما يكون في عندها طفل جديد. يعني كل هذا الحكي يمكن نوعا ما لسه ما حكينا بالمفهوم الأساسي، أنا كيف بدي أضبط ردة فعلي. يعني أنا مثلا ممكن أول مرة بتكون عم تطعمي ابنة أكل بسيط بالمعلقة وتشردق، تلاقي أحيانا ردة فعل ما بتخليها تعرف تتصرف معه تماما. يعني وخصوصا بوجود الولد الأول، نحن بالبداية لما نحن بدنا نجيب طفل لازم يكون في عنا نتعلم أساسيات كتير مهمة بالتعامل معه بتربيته، كيف بدنا نطعميه، كيف حتى بدنا نغسله، لانه بالفعل الام بتكون كثير متلبكه بهذا الموضوع. نحن لازم ناخذ بعين الاعتبار انه هذا الطفل بده يتعرض لكثير امور، وحتى لو تعرض لازم نكون كثير رايقين بردود افعالنا ما عليه على مهلنا. يعني حتى لو الطفل ما عرف ياكل، حتى لو الطفل وقع او هو عم يشرب مي كب على حاله، نكون كثير ريلاكس بهذا الموضوع لحتى الطفل ما يخاف، لانه حتى خوف الام راح ينتقل للطفل، وبالتالي حتى الطفل ما بيعرف يعمل شيء بيصير. لهذا السبب لازم يكون في عنا ضبط بمشاعره. نعم نغم، كثير من الاحيان بنقول للطفل اوكي هلا بدي اقول لابوك، اوكي هلا بدي اقول لستك، اوكي هلا بدي اقول لحدا معين بالحياه، فالطفل بصير عنده رده فعل من كثر الزن اللي بنزنه نحن عليه. صح انه الام تهدد الطفل بالاب او اكيد لا، نحن بدنا نحكي عن موضوع كثير مهم ودائما بنعيده. كثير من الامهات بتعاني من ضعف بالشخصيه، يعني بتجي الام غير قادره انه هي توجه ابنها اتجاه صحيح. هذا الموضوع كثير غلط، لانه انا لما بدي بلش على خلق اكثر هلا بتشوف انه الامهات ما عاد لهم خلق ممكن، وهذا الموضوع اللي كثير غلط. انا من البدايه بدي اعلم ابني الانضباط بقواعد انا بحط له اياها، بعلمه وبعرفه انه انا دائما بتبع هذا الموضوع انه انا امك مو انت امي، يعني انت اللي بدك تسمع كلامي، لانه بالنهايه هي قواعد، هو انضباط بشيء معين انا عم حط له اياه. فهي بتلجا لهذا الاسلوب، بتصور الاب بصوره هو الشرير حدا الشرير اللي جاي يقضي على الاطفال. هذا كثير غلط. انا لما بدي بس حلكم في رادع بس مش بهي الطريقه تماما، مو بهي يعني الطريقه اكيد. الاحترام المتبادل بين الاب والام والطفل هذا الموضوع كثير مهم. يعني نحن بنشوف اشخاص كبار عندهم اولاد ولهلق هن بيحترموا اهلهم، بيسمعوا كلمه اهلهم احتراما لهم ومو خوف. فهذا الموضوع هن ربيوا عليه من الاساس من هن وصغار، فرقوا بين التهديد، لانه بحياته بين التهديد وبين الاحترام. مثلا انا لما بدي ارضع ابني بدي اعلمه يحترم، مثلا الاحترام للاب انه يسمع كلامه، فاحترامه للاب والحوار المتبادل بيناتهم عم بجيب نتيجة أكثر من التهديد، لأنه التهديد عم ينتج عنا شخص فاشل غير قادر على أنه يندمج مع المجتمع، ورح يرجع يعمل الشيء الغلط على فكرة. يعني أنا بجي بهدده بأبوه، الطفل بيقعد بيسمع الكلام، لكن بس يروحوا الأم والأب رح يعمل الشيء اللي بده إياه، لأنه كل شيء ممنوع مرغوب، فبده يجرب. لا ما عليه، خلينا نخلي الطفل يجرب ببداياته ونشوف، حتى لو أخطأ ما عليه، نشجعه أنه هذا الشيء ممكن بداية إلى نجاح جديد له. طيب خلينا نحكي كيف ممكن فعلا كوالدين نتبع الخطوات الصحيحة مع الطفل لحتى ما يكون عنده مثلا خوف مرضي أو فوبيا من بعض الأمور، لأنه حتى يمكن من المدرسة بيكتسب بعض التفاصيل، مو فقط الأهل الحق عليه، هون في من الأولاد، في من الحارة، في حتى من القرايبين ممكن يكتسب هذا الشيء. هلق نحن رح تظهر عنا أعراض
منا التبول لا إرادي، ممكن البكاء ببلش بحالات الاكتئاب، يعني طفل بيكون قاعد فورا بصير بيصرخ. لا أنا هون بدي راقب طفلي، بدي راقب مخاوفه، يعني بدي أشوف طفلي من شو بخاف لحتى ما يوصل لهي المرحلة المرضية. بشوف أنا ابني مثلا بخاف من العتمة، ببلش معه أنا إنه قبل ما يفوت على الغرفة، إنه قبل ما بده ينام بربع ساعة بدخل أنا وياه على الغرفة، بصير بذكر لفظ إيجابي لإله، بستخدم الخيال الإيجابي، بمعنى إنه أنا خلينا يلا مامي خلينا نغمض عيوننا ونتخيل، بشوف شو هي الأشياء اللي بيحبها مثلا. خلينا نتخيل إنه رايحين نحن والبابا مشوار، رايحين على الملعب، رايحين على صالة الألعاب، هي الأشياء كلها. هون أنا عم بصرف نظر الطفل من الخوف من العتمة لشيء هو بحبه. كمان ممكن استخدم الأشياء الحسية، يعني أنا بجي بضمه وببوسه وبحسسه بالأمان، برسل له هي المحبة. كثير مهم تماماً تماماً للطفل. هون الطفل بينشغل بشيء ثاني، والدعاء للرب، هذا الأمر كثير بيريح الطفل من هو وصغير، إنه يشكر الرب على النعم اللي عم يعطينا إياها. شوي شوي بنسحب أنا من الغرفة، بخلي الضوء، ما بطفي الضوء ابدا، وبطلع. هيك بصير الطفل بينام بحس بالاستقرار، بحس بالامان، بينصرف عن موضوع الخوف من العتمه. انا هون درت بالي على طفلي، انتبهت لمخاوفه وعالجتها بطريقه سريعه. تمام. نغم، ايمتى الحاله بتصير حاله الخوف هي مرضيه ولازم الجا لاخصائي او لطبيب نفسي مختص للاولاد، وايمتى هي بتكون ببعض الاحيان هي بنعتبرها مثل نوع من الغنج او الغناج او الدلع؟ ممكن هلق الحاله المرضيه بتظهر مثل ما حكينا من شوي، لما بنلاحظ عليه اعراض واضحه. تمام. ايمتى احنا بناخده على الدكتور؟ بهي الحاله لما لاحظ انه الطفل بلش يبكي، ما عم يسكت معي، لما ببلش بخاف من اي شيء، انه بيكونوا مجموعين اشخاص كثير، هو بخاف منهم، بيروح وبصير بيقعد مثلا على جنب، ببلش بيبكي. هي الحالات نحن ما بنقدر نطالع الطفل منها. لما انا بشوف طفلي هو ما عم يندمج معه، يعني انا عايشه ببيئه مغلقه مثلا، ما عم بطلع، ما عم فوت مع ابني، بتطلع انه بلاحظ انه هو ابدا ما عم بخاف من الغرباء. هذا الموضوع بصير كثير خطير، وضروري انا استشير طبيب لحتى انا اقدر طلع الابن من هذا الموضوع بكل سهوله ومن هو وصغير. يعني هي ما انا صعبه تماما، هي هو امر ما انا صعب انه هو الواحد يتعالج. طبعا اول ما في عمر محدد، اول ما بتظهر الاعراض، يعني يمكن انا ابني بعد 7 سنين تظهر عليه الاعراض، ممكن بعد 10 سنين. ما نحن بنرجع لاسلوب التربيه الخاطئه، بيكون الطفل لا عنده خوف ولا عنده اضطرابات ولا عنده شيء، لكن اسلوب التربيه الخاطئ اللي نحن عم نتبعه مع اطفالنا عم بيسبب هذا الخوف او بيوصلنا لحاله مرضيه. كثير من الاحيان نحن عم نستخدم المخاوف الطفل بعقابه، يعني انا مثلا بدور انه انا بدي اخذ ابني مشوار، بصير بنبه عليه، بشوف انا من شو بخاف، وخصوصا الطفل خياله بيكون خصب، عم بشوف على الكارتونز، عم بشوف الاشباح، عم بشوف هي القصص كلها المخيفه، فهي مخيلته كثير خصبه، بصير بيتخيل هدول الشخصيات على اساس اشخاص موجودين حوله. فالام شو بتساوي؟ اذا ما بتسمع الكلام انا بدي احكي مع الشرطي مثلا، انا بدي اجيب لك او هي العو والخوف والوحش والهي كمان، هي كلها مفاهيم كلها موجوده تماما بتبعوها الاهل. هذا الموضوع كثير عم بيأثر على الطفل، هو اكيد رح يسمع الكلام خوفا من الام وليس احترام، ولا انه هو مثلا عم يعمل هذا الشيء لانه هي طلبت منه، لا، لانه هو خايف يتعاقب. كثير من الامهات للاسف انه اذا الطفل ما سمع الكلام بتحطه بغرفه مغلقه وبتسكر عليه الباب، افكار شريره كثير عم نواجهها للاسف. وحتى عم نسمع عنا اطفال عم بتعاني من اضطرابات نفسيه عاليه. صحيح. بسبب هي الامور اللي عم تتصرفها الاهالي، يعني الله يبعد كل هالاضطرابات عن الاطفال وعن اهاليهم يلي هن بيسببوا لهم يمكن سلوك خاطئ واضطرابات خاطئه بسبب هن سلوكهم الخاطئ. شكرك كثير. تماما. شكرا كثير لك نغم، شرفتينا. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك.